ti porta in giro per il mondo, canti, balli. بالنسبة لتقبل الناس ليه وتقبل النقاد والجمهور اختلف من مكان للتاني.
فمثلا في ايطاليا تقبل ايطاليا الايطاليين لي والنقاد كانوا بيستنوا له على التكه زي ما بيقولوا، لان هم شافوا حاجه غريبه، مش هو ده المناخ السائد اللي احنا ماشيين فيه من بعد 1954 لغايه الفيلم ده، من 1945 بعد الحرب العالميه الثانيه على طول لغايه 54 كان في مناخ سائد، ده ابتدى يخرج عن المناخ السائد ده. فقوب الفيلم طبعا بالنقد الجامد في ايطاليا. في اوروبا بوجع عام وفرنسا ابتدوا يحسوا ان الفيلم بيقول حاجه، وان الفيلم ابتدى يقول ان الخيال مهم، وابتدى يحرك المياه الراكده في السينما من وجهه نظر النقاد في الجزء ده، يعني في السينما الايطاليه في الوقت ده. وبرده نفس راي النقاد والجماهير سواء كان في بريطانيا او كان في الولايات المتحده الامريكيه، ما بين اثنين، ما بين ناس بيقول لا ده كان في ميلو دراما جامده قوي ملهاش مبرر ملهاش داعي، وبين ناس ثانيين بيقولوا لا ده بدايه لشيء جديد، ولدرجه ان هم قالوا ممكن يكون بدايه لمرحله جديده في السينما الايطاليه بتستتبع مرحله روسيني ودي سيكا. الجوائز اللي حصل عليها الفيلم حصل على اكثر من 50 جائزه، واهمهم جائزتين، اللي هو جائزه مهرجان فينيس اول عرض ليه واخد فيها الاسد الفضي، وجائزه اوسكار في فئه احسن او افضل فيلم اجنبي، وكان اول مره الجائزه دي تبتدي تمنح من اوسكار، منحت بفيلم فيديني لاسترا. فيديني معروف ان هو مخرج ايطالي عمل 24 فيلم، اربع افلام منهم حصلت على اوسكار، اللي هو فيلمنا ده لاسترادا، وفيلم نايت اوف كاباريا، وفيلم 8 ونص باتو ايتان هاف، والفيلم الاخير اللي هو امركولو. بالنسبه لمراحل حياه فيليني، هو بدا بواقعيه ايطاليه بس مش عشان هي رؤيته الفنيه، هو نفسه بيقول كده، مش عشان رؤيته الفنيه بس عشان ده كان المناخ السائد، ان يعني هو في الاساس كان صحفي وكان رسام، وجه فيليني اخد وقال له تعالى ساعدني في كتابه سيناريو اللي هو روما مدينه مفتوحه. فدي كانت مرحلته الاولى، لكن مرحلته الحقيقيه بدات بدايتها بلاسترادا، ومن ثم انطلاقه بعد كده في السينما الفلينيه زي ما اتكلمنا عنها. بالنسبه لاسترادا جات له الفكره، هو كان عايز يتكلم على الاثنين دول مش ماشيين مع بعض، مش متماشيين مع بعض، في اختلافات بينهم كتيره جدا، ورغم الاختلافات دي الا ان هم عايشين مع بعض ومش عايزين يسيبوا بعض، فكان عايز يبحث عن ليه؟ ايه السبب؟ فدي الفكره الاساسيه اللي خلته يبتدي يشوف هيناقش الموضوع ازاي. فهو بيرسم الاول، قاعد يفكر طب اعمل ايه، اصور ايه، بعد كده ابتدى يرسم، فاول ما رسم دايره، والدايره دي خلاها بعد كده وش جيلسومينا اللي هي البطله الاساسيه بتاعته، وابتدى يحط، لان هو كان برضه رسم كاريكاتير فتره من فترات، ابتدى يحط ملامح لوش جيلسومينا، لقى ان الملامح دي اللي هو بيحطها هي ملامح جولييتا ماسينا اللي هي اصلا كانت في الوقت ده مراته بقى لها 5 سنين، لان هو بيحط ملامحها على بس ملامحها بشكل طفولي. فمن هنا جات له فكره جيلسومينا والبراءه بما تمثله. احنا في الاخر هنحس، يعني كل واحد طبعا دي وجهه نظره، بس اللي انا حسيته ان جيلسومينا في الفيلم ده بتمثل الروح بكل ما فيها بقى، بكل ما فيها من براءه، بكل ما فيها من نقاء وشفافيه، فهي بتمثل الروح. في مقابل أنطوني كوين زامبانو بيمثل الجسد بكل ما فيه بقى من قوة، بكل ما فيه من مادية ورغبة يعني في الاتصاق بالأرض أكثر من إن هو يحلق في الروحانيات زي جيلسومينا، براءتها يعني وطهارتها زي جيلسومينا. فجه التالت بينهم بقى، روح اتكلمنا عن الشخصيتين دول، جه التالت اللي عمل الجسر بينهم هما الاثنين، بين الروح المتمثلة في جيلسومينا وبين الجسد والماديات متمثله في زامبانو، جه اللي هو سموه هنا بالفيلم اللي هو المجنون. هو عامل لنا في الفيلم جسر بين الاثنين، باين قوي في المشهد اللي دار بينه، السؤال اللي دار بينه وبين جيلسومينا، لما كان بتقول له، لما هي مش عارفه اثاره سؤال وجودي انجاز التعبير، لما بتقول له ايه سبب وجودي، انا مش عارفه انا موجوده ليه، فهو واحده واحده ابتدى يقول لها وينورها هي موجوده ليه، حتى الحجر دي فايده، عشان كده فضلت ماسكه الحجر، حتى لما رجعت، اما فضلت مستنيه زامبانو لما يطلع يمسك الحجر، هو
هو عمال يديها دي وانا مش فاهم مصدر حاجه علشان تقدر ان هي تتعود ان هي تعمل هدفها في الحياه ان هي تعيش وتمارس هدفها في الحياه. فهو كان البريدج ده بينهم هما الاثنين ان عرفها سبب وجودها وغايه وجودها هي حسيتها كده قالت اه اني انا ابقى معاه يعني انا لو مشيت مين اللي هيبقى معايا؟ وفعلا الروح لو سابت الجسد هنعيش ازاي؟ برضه في الفيلم ده مهم قوي اشير بس الى دقه فليني في اثناء العمل في اللوكيشن نفسه. فمثلا في شوت كان بيطلع زامبانو السيجاره من عينه، فانتوني كوين نفسه بيدلل على دقه فليني ان انه قعد يختار العلبه دي من بين 500 علبه. فانتوني كوين بيقول انا العلبه كانت هتكفي بالنسبه لي لكن مش فليني اللي هتكفي بالنسبه لي، ان هو كان بيدقق في التفاصيل. انتوني كوين برضو كان بيقول رغم ان هو اشتغل قبل كده مع ناس كتير لكن شغله مع فليني اضاف له، لان فليني ما كانش بيرضى باي حاجه، كل ما يعمل حاجه مش صح مش راضي عنها يخليه يدو تاني، كل مره يخليه يدو، لدرجه تاني مره طلب منه يعمل دول سيكونس كامل علشان الناس سقفوا له اثناء التصوير في اللوكيشن وكانوا فرحانين بيه، فبيقولوا له كان المفروض كنت تكون تو باد ان الناس تضحك عليك مش ان الناس تسقف لك، فعادوا سيكونس كله تاني. فده كان بس بيشاور لنا ان كان دقيق جدا. بالنسبه لمسين علشان يعمل الشكل الكاريكاتيري اللي هو عمله جاب بول وعاء كده وحطه على راسه، واي شعرات خارجه من نطاق الوعاء ده قصها كلها علشان تدينا الشكل ده، وعلشان تدينا شكل السبايكي ده والانتايدي فبيعملوا شويه بالصابون وشويه بالكريم عشان يفضل مديها الشكل ده. حتى قالوا ان هي بالشكل ده وبالبودره اللي حطها على وشها اللي هو استخدمته من خلفيته في الكاريكاتير وفي السيرك وده، فقال ان جوتسومينا بالشكل ده هي النسخه الانثويه لشارلي شابلن، لدرجه ان شارلي شابلن فعلا اشار بده وقال ان هي من اكثر الناس اللي اثروا فيها وحرروا فيها. يعني دي كانت شهاده جوتسومينا رغم ان هي كانت يعني تعتبر لسه في بدايتها وده اول دور ان هي تاخده بطوله اولى، وكان المنتج الاول مش عاجباه بس بعد كده لما عملت مجموعه من الشوطات واتذاعت على شركات انتاج رحبوا بيها جدا في المنتج، خلاص انا هخليها، وكان اجرها تلت اجر انتوني كوين رغم ان هي كانت متصدره المشهد. يعني بالنسبه للصوت لو احنا لاحظنا ان الصوت ما كانش مش بيتسجل، كان ساعتها في السينما الايطاليه في الوقت ده ما كانش بيتسجل اثناء في اللوكيشن، كانوا بيسجلوه بعد كده في الاستوديوهات اي تي ار وبعد كده بيركبوه. فده اتاح لفليني ان هو اثناء دي كانت شخصيته، ممكن اتفق معاه ممكن لا، بس اثناء التصوير كل شوت كان بيعمل دايركشن للممثل، يعني هو الممثل بيعمل اقف اتكلم انت مش شايفها زعلانه روح وراها تعالى، كان بيعمل دايركشنز. طبعا في مخرجين كتير تقليديين كانوا بيتجننوا من حاجه زي كده وهم كده بيتخرجوا عن سياقه، فكان بيقول انا دي طب يعني انا هعمل كده دام انا عندي الاوبشن ده اقدر استخدمه بحيث ان انا اقلل من الريتك اللي انا باخده انا هستخدم الاوبشن ده، والممثلين اتعودوا على كده وبقوا يحاولوا ان هم يدوا. حاجه ثانيه في الصوت الامبيانس كان بيستخدم في ديني الامبيانس كوسيله لعكس المشاعر الذاتيه للممثل جوه المشهد، لدرجه مثلا في العصبيه المثاليه لما كانوا في الدير وكانت هي عماله تتكلم مع الراهبه فهم بيتكلموا اللي هي الراهبه اكدت على نفس السؤال الوجودي اللي كان قبل كده ناقشه المجنون معاها، فعماله تقول لها اه وزي ما احنا بنتنقل من مكان لمكان انت كمان واشدد بعزفها. فاول اللقاء اول المشهد كان فيه صوت الامبيانس العام للمشهد صوت البط والفراخ لكن بعد كده اول ما ابتدت هي تتكلم عن حلمها وبقت تتكلم عن تشيب بعزفها واني اه دي هي الهدف والغايه اني انا زي ما هم بيتنقلوا اتباعها بدون اللي هو الله بالنسبه لهم انا كمان ولي هنا الوقت يا جماعه انا كمان هتنقل من مكان الى اخر في اتباع لمن احب للهدف والغايه اللي انا اتخلقت من اجلها. فهنا تحول الامبيانس بقى صوت عصافير. بالنسبه للمزيكا اللي عملها نينو روتا كان في تيمات اساسيه، ثلاث تيمات اساسيه. التيمة الاساسيه نمبر 1 اللي هي التيمة اللي عزفها المجنون على الكيت فيولا بتاعته، بعد كده عزفتها جيلسومينا بالترومبات ولا هي فضلت معانا
تقريبا مشهد الاب والابن اللي هي التيمه الحزينه. في مقابل كان في تيمه ثانيه من ضمنها تيمه الطريق اللي فيها حركه وفيها تنوع وفيها ايقاع، وتيمه طبعا السيرك بكل ما فيه من بهرجه وايقاع سريع. جولييتا ماسينا الأول فيلمين عملتهم سواء كان مع فيليني لا سترادا أو اللي هي ماتو أوف كابريا، الاثنين أخذوا الأوسكار. أنتوني كوين هو ممثل مكسيكي وكان برضو بينتر وكان رايتر، وفي فيلمين من الأفلام اللي هو عمله أخذ فيها أوسكار عن أفضل سبورتنج رول بدور مساعد. بالنسبه للسينماتوجرافي قلنا في اثنين، لان اللي بدا السينماتوجرافي كان كارلو كارليني، لكن نتيجه حصل ان في ديلي حصل في اثناء التصوير في مشهد في السيكونس بتاع المدير جيتسومينا او جولييتا ماسينا اتعبت فرجليها اتلوحت فالتصوير كله اتاخر، فكان كارلو اوريدي مرتبط بحاجات ثانيه فجه اوتيلو مارتيلي هو اللي يكمل معانا. بالنسبه للسكور اوريدي طبعا بالنسبه لنينو روتا يعني عمل سكورز كتير بالذات 150 سكور و10 اوبرات و5 5 بالي، اخذ اوسكار عن جاد فادر هو اللي عامله. ف طبعا هو رفيق درب يعني روتا اوتيلو ليو كاتوسو كلهم رفقاء درب لفليني مثلا، والايديتنج كان ليو كاتوسو. ليو كاتوسو اكتر حاجه مهمه بعيد عن الاستراد اللي عملها في حياته ان هو طور من المكنة بتاعت لصق النيجاتيف، بدل ما كانت بيظهر كده بالاسيتون وكان عنده حساسيه، طور من المكنه دي الاداه دي السبلايسر دي. النتيجه للاختراع بتاعه ده هو اخذ عنه اوسكار اللي هو في جايزه بتعملها اوسكار للتقنيه والعلوم يعني، فهو اخذ جايزته دي. مشهد متكامل بداية الفيلم حطلنا هو الست اللي هيمشي عليه الفيلم كله، قال ان في مشاكل بتعاني منها الاسره دي، في فقر مقطع لدرجه ان الام باعت اثنين من ولادها الاولانيه وماتت والثانيه كمان، والنهايه بالمشاعر مختلطه جيتسونيا، شويه فرحانه ان هي شويه حزينه الاول في الاساس ان هي اختها ماتت وان هي هتسيب مامتها وامها واولادها وامها واخواتها، وما بين ان هي لا هي هتخرج لبره هتشوف العالم الخارجي اللي هي ما تعرفش عنه حاجه وهتبقى فنانه. فكان في مشاعر مختلطه، هي اللي فضلت المشاعر دي معانا طول الفيلم مع جيتسونيا لغايه ما في الاخر حصل الدروب نتيجه لمقتل المجنون في المشهد اللي هو غصب عنه يعني قتل، بس هو تسبب في مقتله. فساعتها البريدج اتكسر ما بين الروح جيتسومينا وما بين الجسد اللي هو زامبانو، فمش هتقدر ان هي تعيش معاه، في نفس الوقت مش هتقدر تعمل حاجه غير ان هي تعيش معاه، لان هي عارفه ان سبب وجودها ان هي تعيش معاه وان هي تفضل معاه. فعلشان كده كانت اول ما هو سابها ومشي هي ماتت، ده طبيعي ان هي لازم تموت. تاني حاجه احنا قلناها اللي هو الكونفرسيشن اللي دار بينها وبين المجنون، كان بيطلق للعالم السؤال الوجودي اللي هو انا ليه موجود، وهو اللي حرك معايا بقيه الفيلم ان هي استمرت معاه وما حاولتش تهرب منه تاني، واكدت عليه الراهبه في المشهد بتاع الدير، وفي الاخر كان نتيجه منطقيه جدا لمقتل المجنون اللي هو كان بيمثل لنا العقل والجسم بين الروح وبين الجسد، كان نتيجه جدا لمقتله ان يحصل فرقه افتراق بين الروح وبين الجسد، الروح اللي مش قادرة تتقبل أسامي الجسد، والجسد بيحاول إن هو يتناسى لكن هي مش قادرة تنسى. من فيليني في الفيلم ده في إشارتين، الإشارة الأولانية إن يخلي بالك يعني الجسد أو الماديات ما تضغطش في حياتنا أو بحيث إن إحنا ننسي أرواحنا. والإشارة الثانية إن اللي هي أكدها لنا آخر الفيلم اللي هو يعتبر
كان اللي هو زامبانو في اخر الفيلم زي ما بدانا على البحر على البحر بس مع الاختلاف الرهيب هنا في حياه وبدايه حياه وحركه واهداف واحلام لكن هنا في وحده وفي ظلام وفي حتى مش قادر كل ما حتى يمسك التراب التراب بينزل من بين ايده هو معهوش اي حاجه ليه لان هو كان قرر ان هو يعيش وحيد بطريقته الخاصه قرر ان هو يعيش وحيد وما اهتمش باللي حواليه لغايه ما فات الوقت وسابوه سواء سابوه ماتوا بسبب اعماله او سابوه هو نفسه حضرهم